سمو رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أيها الحفل الكريم، الآن مع كلمة وزارة الدفاع، مع سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وزير الدفاع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدي الوالد صاحب السمو رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب السمو الحكام، صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصحاب السمو الشيوخ، أيها الحفل الكريم، إخواني وأبنائي العسكريين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الأغر من أيامنا الخالدة الذي يحق لي أن أعتبره قلادة بارزة على صدر هذا الشعب الأصيل وقيادته المخلصة، هذا اليوم الذي سيبقى بإذن الله معلماً من معالم هذه الدولة الفتية وذكرى للتلاحم والتآزر بين الشعب وقيادته، والوقوف صفاً واحداً كأنهم البنيان الثابت في وجه الخطر للذود عن كل حبة رمل من تراب هذا الوطن الذي نفديه بالنفس والنفيس. نعم يا صاحب السمو، يا قائد مسيرتنا ويا سيفنا المصقول، لقد ناديت فلبى الشعب كل الشعب نداءك، فكانوا رهن الأشارة وطوع الأمر في مشاهدة حية من التسابق الفريد إلى أداء الواجب يضرب بها المثل. لقد اكتظت المعسكرات بالمتطوعين من جميع فئات هذا الشعب الحبيب، وما يزالون يتدافعون لنيل هذا الشرف العظيم. فها هم يا صاحب السمو، أبناؤك الميامين وطليعة شعبك الوفي الذي كانوا على مستوى أملك وطموحك وتطلعك إليهم، تراهم اليوم صفوفاً طويلة متراصة وقد أنهوا تدريباتهم اللازمة في معسكرات قواتنا المسلحة، يقودهم الحماس الوطني ويدفعهم الشوق والرغبة المخلصة، متوجين ذلك بإيمان لا يتزعزع بالله الواحد القهار، مستعدين للتضحية في سبيل الدفاع عن حياض هذا الوطن الغالي وحماية ثرواته ومكتسباته الحضارية التي شادوها بعرقهم وإخلاصهم. إنهم يا صاحب السمو درع الوطن وحماية الدار وقوتك وجيشك المغوار المسنود بعزيمتك التي لا تلين ورباطة جاشك في الشدائد والملمات وحكمتك ورائك الصائب، فأنت جيش هذا الجيش وقلبه النابض. الجيش جيشك غير أنك جيشه في قلبه ويمينه وشماله، كل يريد رجاله لحياته، يا من يريد حياته لرجاله. ولا يفوتني في هذه الفرصة الطيبة إلا أن أشكر أخواني المدربين العسكريين على اختلاف رتبهم العسكرية، على ما قاموا به من جهد وما بذلوه من عطاء مخلص. أيها الأخوة والأبناء المتطوعون من أبناء شعبنا العريق،
بأصالته وتاريخه وأمجاده. لقد غدوتم صورة رائعة من صور الوفاء الجميل لشعبكم وقيادتكم، وضربتم أروع الأمثلة في تلبية نداء الواجب، وتسارعتم مختارين تحدوكم رغوة مخلصة للتضحية عندما ألم بوطنكم ما يستدعيكم للبذل والعطاء الكبير. لقد كنتم كما عهدناكم مخلصين أوفياء بررة أهلاً للمسؤولية والفداء والتضحية. أصبحتم تشكلون بمجموعاتكم المتدفقة الرافد الذي لا ينضد لقواتنا المسلحة، والرصيد البشري المفتوح لتمويل جيش بلادنا وإمداده بالقدرات والطاقات البشرية المدربة. إنني برؤيتكم اليوم على هذا الصعيد العسكري وبهذا الحماس الملتهب ليطمئن قلبي وقلب كل مواطن إلى سلامة بنيان مجتمعنا وقوة جبهتنا الداخلية التي أرسى قواعدها الوالد القائد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله. لقد لمسنا فيكم معاني النبل والشرف والأصالة. كنتم صادقين في انتمائكم لهذا الأرض الطيب التي حفظها الأجداد والآباء ودافعوا عنها بالمهج والأرواح وسلموها أمانة في أعناقنا، فإننا نعاهد الله ونعاهدك يا صاحب السمو بأننا لا نتخلى عن هذه الأمانة ولا حتى بذرة من تراب هذا الوطن الغالي ما دمنا على قيد الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.